السلام عليكم ومرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم لقناتنا وموعد جديد في المطبخ الجزائري لرمضان. اليوم اخترت لكم وصفتين اللي كما نقولوا بلا بهم رمضان ما يحلاش. الوصفة الأولى هي الحب الحلو. الحب الحلو كما كنا نديروه زمان، يعني بلا هذيك لانانا والكيوي اللي راهي كاينه، يعني بالمكونات البسيطة تاعنا تاع زمان اللي كانت العينة والمشمش والزبيب. أما المقبلة فاخترت لكم اليوم المعدنوسية. إذا نبدأ إن شاء الله مع اللحم الحلو اللي راح نحتاجه اليوم. فيه قطعة تاع لحم، يجيب لحم غلمي، وكاين الناس اللي ما ديرش اللحم، يديروا غير السيروب هذيك الفاكهة. أنا اخترت لكم الطريقة اللي نديروا فيها اللحم. راح ندير معاه شوية بصل برك، ماشي حاجة كبيرة. بيان سور اللحم تاعنا راح يطيب مالح، يطيب بالملح والفلفل الكحل والقرفة وشوية زعفران. نقليهم مليح هذاك اللحم مع شويه تاع البصل. لهنا عندي زبيب والعينه والمشمش مشمخين في المزهر، كاين حتى اللي يحب يشمخهم في لو جو دورونج او عصير البرتقال، منها يطراو ومنها يتنكهو. احنا نحتاجو ايضا المزهر في الاخر والسكر، يعني بعد اللي يطيب المكونات نعقدوها لاصوص تاعنا بشويه سكر، يعني هنا حوالي 5 مغارف في هذه الكميه، مع كما راكم تشوفوا هذه الكاسه لاتاي تاع المزهر. كديكور يعني الفاكهه ما حبيتش نقطع الحبه تاعي تاع التفاح، قرديتها كيما راهي، يعني كيما راكو تشوفوا. غليتها في ان سيرو، يعني ماء وسكر، سواء بلا غرنادين سواء بالملون يعني كيما حبيتوا. انا كي فرغتها بلو فيت بوم عمرتها باللوز، لوز وسكر وماء زهر، يعني عجنت حربوش صغير طيبتها قبل وعمرتها بهذاك اللوز باش نستعملوها في لا ديكوراسيون. اذا نبداو. ندير شويه سمن. احنا من عاداتنا انه نديرو اللحم الحلو في النهار الاول تاع رمضان ويشد لنا يعني عده ايام. كاين ناس ندير كونتيتي كبيره وتجوز بها الشهر، بما انه ما يصرى له والو وحاجه معسله كيما على بالكم ما تخسرش. اذا كاين ناس يديروا قدره كبيره او كونتيتي كبيره النهار الاول، وبعد كل يوم نجبدوا شويه نسخنوها برك، يعني وعندكم لو شوا واش ديروا فيه، يعني تقدروا ديروا الفاكهه اللي حبيتوها. مازال ما سخنتش مليح، عفوا. يعني راح نقليو هذاك اللحم، نرميو عليه البصل. كاين اللي ما يقطعش البصل ولا ما يرابيهاش، كاين ياخذ حبه بصل صغيره يرشقها بالقرنفل ويقليها، يعني راح تتلقى لنا غير البنه تاعها فقط. لكن انا اليوم راح ندير قسم غرفه برك تاع البصل. وكاين اللي ما يديروهاش ما با يعني الحب، يعني يفضلوا انهم يطيبوا غير الماء والسكر ويطيبوا فيه هذيك العينه والزبيب. كما راكم تشوفوا غير شويه، يعني احنا في الجزائر كل منطقه عندها طريقه كيفاش تطيب هذاك لو بلا، يعني تصيبوه نفس الطبق لكن من جهه لجهه يختلف، كل واحد واش يزيد له، كل واحد كاش يطيبه. يعني انا نحاول نجيب لكم الوصفات اللي شايعين بزاف، يعني كيما نديروها عامه الناس. نحاولوا يدبل هذاك البصل، راح نديروا فيه شويه ملح، يعني اللحم تاعنا ما يطيبش حلو، لانه كو عارفين لو كان يطيب حلو هذاك اللحم راح يجي يابس، فمن الاحسن نطيبوه بشويه ملح. قيس اللحم برك، راح ندير له شويه تاع فلفل الكحل، ماشي حاجه، ندير له شويه كركم. Thank you.
نخليوه يدبل بعقله. البصل باش يدبل كعبالكم لازم دائما نغطيوه. نحتاج العود تاع القرفه. شويه زعفران. يعني في الاخير انا المرقه تاعي راح نصفيها، مش راح يبقى فيها هذاك البصل. انا حبيت برك باش اللحم يطيب مليح. نخليوها يتقلى وممتون نحضر المقلة اللي راح نبدأ فيها المعدنوسية. عند المعدنوسية راح نحتاجو مقلة. واش فيها؟ الوغ فيها لافيون داشي او اللحم المفروم. تحبوا ديروا تقريبا 600 غرام، انا درت نصف الكمية، لهنا عندي 350 تقريبا 400. نحتاج تقريبا نفس الكمية تاع البصل ونفس الكمية تاع معدنوسية، مش كمية لكن كما نقولوا حنا نعمرت بالكيلة. ونحتاج واحد 4 حبات بيض باش نخدمها، لان راح ندير البصل يتقلى هو الاول، في شوية زيت وشوية سمن. كي يتقلى البصل من جهه ثانيه انا راح كيما نقولوا نطيب هذيك لافيون داشي، من بعد راح ندخلهم الاثنين مع بعضهم حتى يتجانسوا مليح. راح يكون فيها غير ملح، فلفل كحل وشويه قرفه. كما تعرفوا الاطباق التقليديه وبعد العصيميه تتكل بزاف على القرفه. من بعد كي ندمجهم مليح مع بعض هما راهم يطيبوا، وانا راح ندرب 4 حبات بيض. قيس لا كونتيتي اللي درتها، انا قلت لكم درت نصف الكميه، راح ندرب 4 حبات بيض مع كمية معتبرة من المعدنوس. نرمي عليها في المقلاة يعني جهة دقيقة. من بعد راح نحضر المول اللي يدخل الفوق، ندهنه بالزبدة ولا بالسمن، نرشه بشوية على شابلور باش ما تلصقليش، ونفرغ هذاك الخليط في هذا البلا وندخله الفور مع رشة تاع شابلور من الفوق. من بعد راح نقطعه قطع. يعني هذه المعدنوسية ممكن نديروها مقبلة كما يمكن نديروها طبق رئيسي، لكن إذا درناها طبق رئيسي راح نحتاجو إن صوص بلانش، يعني نزيدو نطيبو معها إن صوص بلانش فيها قطعة لحم أو قطعة تاع دجاج، قرفة عادي، مريقة بيضاء، ونقدموها مع هاد المعدنوسية. يعني هنايا نتوما وكيما حبيتو، حبيتو تقارديوها كمقبلة ديرو كيما درت، حبيتو ديروها كوم أن بلا ديرو مع إن صوص بلانش. البصل اللي يحب الوقت نعطيه له وقته باش يدبل. ندير له قطره تاع الماء. إذا نغطي هذاك القطعة تاع اللحم. كما قلت لكم درنا لها السمن، درنا لها الملح والفلفل الكحل، وراح نخليوها تطيب. بعد اللي تطيب ونصفيو هذيك المرقة من هذيك المغرفة تاع البصل اللي درناها، راح نرميو فيها الزبيب والعينة والمشمش. كاين ناس
تفضل أنها تفورهم من قبل وتحطهم في آخر لحظة. يعني انتم عندكم الاختيار، حبيتوا تفوروهم فوروا كل حاجة على حدة. بس علاش يفوروهم؟ كاين نوع من هذه الأنواع يطلق الكحولية، يعني اللون تاعها يخسر من بعد توسخ لنا المرقة، كي ما تكونش العينة دو بون كاليتي. أما إذا كانت لا بون كاليتي فماش حنخافوها حتى وتغلي لداخل، حتى وتطيب لداخل، ماش راح تخسر لنا المرق تاعنا. أنا اليوم على بالي بلي عندي لا بون كاليتي، ألوغ كي نصفي اللحم راح نرمي هذاك الزبيب هو الأول والمشماش، باسكو ياخذوا الوقت أكثر من العينة. آخر شيء يعني آخر تقريبا 10 دقائق راح نرمي فيها هذيك العينة. كتزيين كما حكيت لكم، أنا كنت طيبت قلت لكم حبة تاع التفاح في السيرو وملون أحمر، أو طيبوها في السيرو تاع غورنادي بعد اللي تفيديو هذيك لابو وتعمروها بلا فخس تاع اللوز لداخل، راح نستعملوها كديكور. أما إذا حبيتوا تزيدوا الفاكية فممكن ديروا تفاح، ديروا البعويدة، ديروا عنب، ديروا الفاكهة اللي حبيتوا، حتى الفاكهة المعلبة يعني مثل ليزانانا ولا أي فاكهة أخرى. لكن أنا كما قلت لكم درت لكم طبق تقليدي ماشي بديكوراسيون كبيرة، يعني رانا في شهر رمضان ماذا بينا نتفكروا الأطباق التقليدية القديمة، يعني كما كنا نتناولوها زمان. البصلة تاعنا بدات تدبل، البصلة قد ما تطيح نقولوا قد ما تدبل على نار قليلة راح تعطينا الحلاوة، يعني راح تجينا كشغل معسلة تجي بنينة. أما إذا زربناها فراح تجينا يابسة وما تجيش بنينة، ما تطلقش الحلاوة تاعها. أنا راح ندهن هذاك لومول، نحضرو يعني توجور نربحو الوقت. نرشها بشويه تاع لا شابلو، هلا هكا نضمن انه ما تلصقش ونقدر نقطعها قطع يعني نتحكم فيها. لهنا ما درتش الملح في البصله، يا يعني نورمالمون الملح هو اللي راح يطيح البصله، لكن انا ما درت لهاش الملح باسكو راح نضيف لها اللحم. وكما تعرفوا اللحم اذا درنا له من الاول الملح فهذاك اللحم راح كما نقولوا حنا يعصى شويه. اذا انا درتها بلا ملح ما نسيتوش، والان راح نضيف عليها اللحم. نذكركم الفوغ راني مشعلته من قبل، تاني ما يكونش على حرارة عالية، راح يكون جهد 170-160 لا أكثر، لأنه ماشي حاجة كبيرة، كل حاجة راهي طيبة. يعني كي نفوتو نقليو البصلة ونطيبو هاد لافيون داشي راح نرميو برك البيض، يعني راح يكون تمتم ماشي حاجه سخونه وماش راح يطول، عفوا ماشي حاجه اللي تحتاج انه يكون الفرن سخون. هذه من الاطباق السهله في رمضان، يعني راح تسلككم، يعني تقدروا ديروها كمقبله وتقدروا ديروها كطبق. قلت لكم زيدوا لها برك اون صوص بلانش. يعني تقدر
يقولوا البنات يقدروا يديروها، البنات الصغار يبداو يتعلموا، ماشي حاجه صعيبه. ندير لها زوج سنات تاع الثوم، تحبوا ترابيوه يعني كل واحد كيفاش يحب، لكن راح يذوب. اذا نقعد غير البيض، راح نضربوه مع المعدنوس. وكندير الملح ولي زيبيس ونخليها تكمل الطيب. إذا نضرب البيض أو نكسر البيض، بسم الله. ندير ربعة، نشوف فيهم صغار، حنزيد حبة، ندير لهم كذلك رشة تاع الملح ورشة تاع فلفل كحل، نديرو المعدنوس لأنه اسمها المعدنوسية، يعني هي راهي فيها كمية كبيرة تاع المعدنوس. نفضل اني نزيدها شويه ما يطيب لي اللحم ونعاود نولي ليها. نديرها يعني شويه فقط، نشوفو الضراب. نشوف انه كمية تاع البيض راهي قليله، فراح نزيد لها. يعني كي تخدموا دائما عندكم تكون ميزانكم، يعني دي فوا البيض يجي كبير دي فوا صغير. كيما اليوم انا البيض ديالي او صغير،
هذا راح نرميه. كبرك ونحيه نديرو في لو بلا. هنا هكا ندخلها للفوق ندخلها الفور حتى ربع ساعة، يعني نشف البيض برك. إذن اللحم هذا راح نستنى انه حتى يطيب اللحم تماما، من بعد قلت لكم راح نرمي هذيك الزبيب والعين والمشماش، هما الاولين يطيبوا. كي يدخلهم طياب نرمي في الخمس دقائق الاخرى ولا في العشر دقائق الاخرى العينه اللي قلت لكم راه مشي مخين كامل في الماء ما زهر. عفوا نسيت ما درتش لهنا اللحم، ندير فيه عود قرفه او درت القرفه ما درتش نجمه الارض. هنا راح ندير زوج ولا ثلاثه تاع نجمه الارض، ندير فيه عفوا ندير فيه حبه تاع قرنفل ماشي حاجه، يعني يطيب اللحم. نرمي فيه الزبيب والعينه والمشماش، من بعد نرمي عليه شويه سكر حوالي 5 مغارف مع هذاك الكاس تاع لاتاي تاع الماء زهر. لا ديكوراسيون راح تكون بهذيك الحبه تاع التفاح، وهذاك اللوز راح نحمصوا فيه شويه زبده ونديكوري به لو بلا. اذا نقول لكم ما تروحوش بعيد، المعدنوسيه راهي في الفوق وهذا قريب يوجد، ونتلاقاو في صحن التقديم. اهلا وسهلا بكم من جديد احبائي المشاهدين، كنتوا معنا في اول حصه وشفتوا ان كنا نحضروا في طبق اللحم الحلو او الحلو كما يقولوا بالعاميه، اللي كنا درنا فيه اللحم طيبناه بالبصل، يعني طيبناه عادي مالح ملح فلفل كحل، من بعد درنا فيه العينه والزبيب والمشماش، ديكوريناه بحبه تفاح اللي قلت لكم كنت فرغتها وعمرتها باللوز الداخل، طيبتها في ملون احمر مع السكر يعني دون زان سيغو وروج، قدمناه كما راكم تشوفوا غير بمريقه خاطره. اما المقبله كانت عباره عن معدنوسيه اللي هي لا فيون داشي طيبه بالبصل والبيض، دخلناها في ان بلاطو للفوق. نتمنى انه اطباقنا تاع نهار اليوم تنال رضاكم واعجابكم. نقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم، والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.